الساعة رح تصير 8. بتكون فايقة جوعانة، ما في ولا خبر؟ ما حدا اتصل؟ أنا مضطر روح، عندي شغل. وأنا رايحة على المشغل. حبيبتي لا تقومي، ما رح طول. اطلعي ارتاحي شوي، أنا بستنى. مستحيل، بدي استنى. لهلأ ما حدا عارف شي عن زهرة؟ الله لا يوفق اللي عمل هالعملة، أكيد ما نو طبيعي. يا ربي دخيلك، مين حيخبرنا عنها؟ إن شاء الله بترجع لأهلها بالسلامة. لأني هالمرة مسافر برات البلد ومن دون رجعة. أنا رح صير أب. إيلين حامل. هلأ كل شي تغير، هلأ صار في شي أهم بكتير من كل شي صار بالماضي. إيلين وأنا رح نربي ابننا ونكبره. علي بدي أقول لك شغلة. قولي. مشان زهرة، معقول يكون كنان اللي خاطفها؟ مو معقول، ما بيعملها. أنا بتوقع منه أي شيء. أنا معك بس مو لهالدرجة هاي. شو صار جميلة؟ وصل شي خبر؟ لا، أنا طالعة شق على المشغل شوي وبعدين راجع لعندهم. ليكي قديش عم تشوفي على هالعالم؟ يعني بالشوم عليها. اسكتي اسكتي هلا. مرحبا إيلين، الله يكون معكم جميلة. اللي صاير معكم والله ما نو قليل، والله زعلت من كل قلبي. كتر خيركم، من امبارح نحن عايشين على أعصابنا، لسه لهلا ما لقينا زهرة. زهرة شو بها؟ خير؟ شو صاير معكم؟ ليش أنتي مو عنا عم تسألي؟ بصراحة ما عنا علم بزهرة، كنا عم نسأل على اللي صاير مع إيلين. ايه عن شو عم تسألوا انتو؟ شو؟ شو بنا جميلة؟ ما ضل حدا بالحارة وما بيعرف انه إيلين بنتك حامل. ولا شو هاللعي؟ لعمة بقلبكن قديش بتلعوا؟ لك شو هاللعي؟ ما كلهم يلا عائلة مجانين، شو الجديد؟ كأني اجيت بوقت غير مناسب. مو مشكلة، شوفي بعتذر منك، بس حبيت اجي لحتى اشوفك. كل ليلة وانا عم فكر فيكي، وكنت عم حاول احفظ ورتب الكلمات اللي بدي اقولها وما صدقت لحتى طلع الضوء. يلا قول. ايه طبعا، ايه اذا بتتزوجيني بكون اسعد انسان هلا على وش الارض، ولما فكر اني رح كمل حياتي معك بطير من الفرح. إيلين شو عم تعملي؟ تاي يلا تاي لهون. ماما بابا أنا وطارق رح نتجوز. شو؟ إيلين أنت أكيد جنيتي، كيف بدك تتزوجي؟ هذا الموضوع ما مين حكى بالشارع، امشي لشوف. اهدوا لا تعصبوا، بعدين نبقى منحكي بهذا الموضوع. ما بدي نعمل مشكلة هلأ لأنه صرنا على الكي بيتم اللي بيسوى واللي ما بيسوى. هالقرار رح يريحنا كلياتنا. أنا رايحة مع طارق. إيلين بعدين بشوفكم. بنتي لا تجني وتتهوري. إيلين
جميلة. إيلين. العجن. ممكن تسرع شوي؟ ليش هيك ماشي على مهلك؟ تعاس. كل شيء عم يصير مثل الحلم. معك حق. ايمتى بتحبي اطلبك من اهلك؟ برأيي انه نستنى وانا ببقى بخبرك. تمام. رح نمرق على الدكتور، بيكون هلا عم يستناكي. ايه بنمرق. فكر إنه أنا وأحمد اتفقنا وخطفنا زهرة مو؟